متى آخر مرة سمعتم أن كافرا قتل كافرا؟ حدثوني، متى آخر مرة سمعتم أن كافرا قتل كافرا؟ ولكن ليس في أخبارنا إلا مسلم قتل مسلم. أليس دم المسلم على المسلم حرام؟ والله إنني لا أتكلم إلا لحرقة في قلبي. بالله عليكم، جرائم القتل التي انتشرت، هل هي جرائم قتل قتل فيها مقتول أو قتل فيها قاتلا؟ هل هي من أجل الجنة؟ أنقاتل بعضنا اليوم؟ أنقتل بعضنا البعض من أجل الدين؟ لا والله، كله من أجل الدنيا. كفى 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 كفى.